مساء الخير عليكم يا شباب. النهاردة هحاول بقدر الإمكان أشرح كيفية طبعا معالجة هاتف انفينكس اكس 602، أو اللي هو ما يطلق عليه بالاسم التجاري انفينكس 04 بلس. والهاتف ده طبعا عشان أنا بمتلكه ففي بعض المشاكل فيه. من ضمن المشاكل ان اول حاجة لما بتيجي بتحدث اندرويد 7، هو الجهاز اساسا نازل باندرويد 6، ولما بتيجي بتحدث من اندرويد 6 لاندرويد 7 بيحصل مشاكل في المايك، بتحصل ضعف المايك، عدم سماعه، بيفصل المايك بعد، يعني لو انت تحدثت مثلا على الواتس على الماسنجر بتلاقي نفسك ان البرنامج او اللي هو المايك فصل وتلاقي صوت المايك ضعيف. فطبعا كنت انصح ان الناس كلها اللي هي معاها الهاتف ده ان ما تحدثش لاندرويد 7، لان اندرويد 7 في مشاكل في النسخة، واحنا كلمنا الشركة ولينا يمكن اكتر يعني من سنة بنكلم الشركة على الموضوع ده، ولكن ما عملتش حاجة. فاللي عايز اقوله ان خليك على الاصدار بتاع الاندرويد 6، تمام. واندرويد 6 المارشميلو في منه 3 اصدارات، خليك على اخر اصدار للمارشميلو اللي هو اخر الرقم بتاع التسلسل بتاعه 209. طيب كنت حابب طبعا احنا هنتكلم، معلش عشان انا في عجالة، هنتكلم ان احنا ازاي طبعا انت لما عندك الاندرويد 7 وبتحول الاندرويد 6 بتواجهك ساعات مشكلة كبيرة اللي هو فقدان رقم الاي ام اي، والرقم ده خاص بالسيريال بتاع اللي هو الشبكة، يعني تبقى شغال بالعدة ولكن ما فيهاش شبكة، او تبقى الشبكة رديئة، او تبقى في مثلا شبكة في خط والخط التاني لا، وده بسبب موضوع اللي هو السيريال اللي انا قلت عليه او الرقم الاي ام اي. وده معالجته في بالجهاز ده يعني رزل شوية، بس انا طبعا بعد محاولات كتيرة والناس يعني استخدمت برامج كتيرة ما نفعتش، استخدمت برنامج واحد وهو اللي نفع معايا، وكنت حابب افيدكم. ويا جماعه انا معلش انا لسه بادئ القناه، فما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه والتعليقات، واي حد محتاج مني اي حاجه في الموضوع ده انا هفيده ان شاء الله على قدر الامكان. طيب نبدا النهارده الشرح بتاعنا. طبعا الملف زي ما انتم شايفينه اللي هو الملف، انا جبت الملف كله على اساس ان انا حطيته هنا، وان شاء الله باذن الله هنزله لكم مع الرابط. ولو لو لو دورت على الملف هتلاقيه موجود على النت، يعني هتيجي تفتح طبعا الملف، طبعا هتلاقي 3 اختيارات. الاختيار الاول اللي هو الملف اللي هو موجود فيه يعتبر اللي هي الداتا اللي احنا هنبقى محتاجينها، ده مش البرنامج، ده اللي هي الملفات اللي هي خاصة بالعدد. وخلي بالكم دي مش الارقام بتاعت العدد، دي ارقام اللي هي البروسيسور، ولازم تعرف العدة بتاعتك الرقم بتاعها ايه. طبعا احنا الرقم بتاع العدة بتاعتنا اللي هو انفينكس 04 بلس اللي هو ميديا تك 6797، اللي هو زي ما انتم شايفينه اللي هو الملفات دي احنا اللي هنبدأ ايه نعوزها. طبعا الملفات دي يا جماعة عشان بس ما تحيروش نفسكم، دي بتبقى موجودة الملف عشان اللي يعني مش هيعرف يجيبها او وانا ان شاء الله هنزلها لكم، بس الملفات دي بتبقى موجودة في النسخة بتاعة اللي هي الروم او السوفت اللي هي بتاعة الجهاز، ممكن تجيبها من هنا وممكن تجيبها من النسخة بتاعة الجهاز، وعشان هو بيبقى محتاج اللي هو البرنامج ان لما جيت انت بتنزل النسخة في ملفات اخطأت، فابتدى هو يعني ايه تصحيح مسار الملفات عشان تقدر ان انت تجيب الرقم الاي ام اي وتبدأ ان انت ايه يعني تعيد اللي هو الرقم التسلسل بتاعه. طيب هنيجي احنا هنا، هو ده طبعا خلاص احنا عرفنا اللي هي الفولدر بتاع الملفات،
هنيجي اللي هو فولدر البرنامج. طبعا يا جماعة البرنامج ده اللي هو اس ان تولز، او اللي هو اس ان تولز، انا بستعمل اللي هو الفيرجن اخر فيرجن اللي هو 1.18. 1.18 بنيجي هنا هو بنبدأ نفتح اللي هو البرنامج، بنعمل كليك يمين ران، بنخليه مسؤول وبنبدأ نفتح البرنامج. طبعا البرنامج الواجهة البرنامج دي طبعا اول حاجة بتبقى بتشوف انت الكابل اللي هتوصل عليه. طبعا اغلب الموبايلات حاليا دلوقتي بيجي باليو اس بي، تمام. بتيجي بتختار نوع العدة بتاعتك، اذا كان تاب، اذا كان ايفون عادي سمارت. فاحنا طبعا اغلب طبعا العدة بتاعتنا هتبقى سمارت، بنختار اللي هو السمارت وبنبدأ نعمل السيستم بتاعنا اللي هو ده، تمام. بندوس على السيستم. طبعا البرنامج ده فيه امكانية ان هو يقدر يغير لك، حتى في ناس بتفقد الرقم بتاع الواي فاي، بتفقد رقم البلوتوث، بتفقد رقم الارقام دي كلها. بنبدأ احنا ايه نفعل على حسب الفقدان بتاعنا. يعني مثلا احنا عندنا الرقم بتاعنا اللي هو الاي ام اي الام اي اي، بنبدأ نحط الاختيار ده اللي هو علامة الصح، تمام. وطبعا هتفعلت لي هنا هو اللي هي الاثنين علامة صح اللي هو اي ام اي 1 واي ام اي 2. وانا كنت مفعل الاختيار ده اللي هو لو انت عندك شريحتين بتبدأ تفعل الاختيار ده عشان تبدأ ان انت تخش اللي هو الرقمين التسلسلي. واهم حاجة ان هو يكون الرقم التسلسلي اللي موجود على ظهر العدة اللي هو من ورا، او على ظهر الكرتونة بتاعة العدة. طبعا اهم حاجة في الموضوع ده ان احنا هنا هو الملفين دول، الملف طبعا اللي انا قلت عليه في اول الشرح اللي هو الملف اللي هو ده لو انتوا شايفينه. انا هبدأ اصغر الشاشة، تمام. الملف ده يا جماعة اللي هو اللي انا قلت عليه اول الشرح، بنبدأ احنا نشوف المسار بتاع الملف، تمام، اللي هو المسار بتاع الملف اللي هو ده. وبنبدأ نجيب، خلي بالكم الملف بيطلق عليه اللي هو ال MD1 او ال DB، وده بيبقى موجود في المسار اللي هو بتاع الملفات اللي هي دي. وتختار طبعا مسار ملف زي ده، تمام، اللي هو ال MD اها، او اللي هو ال DB، وده طبعا المسار اها، بتختار ده او ده، تمام. وطبعا بتجرب على الايه الملفات. يعني خلي بالكم يا جماعه في ملحوظه لازم اقولها لكم، موضوع ان انت لازم تتاكد من موضوع التوصيل اليو اس بي او تعريف اليو اس بي على الجهاز، لان دي مرحله مهمه. لان ممكن خلي بالك انت تنزل البرنامج وتبدا انت تشتغل بيه ممكن ما يستجيبش معاك بسبب التوصيف. وخلي بالكم مش اي توصيف، يعني مش اول ما انت ما تحط اليو اس بي بتاع الجهاز يشتغل مثلا معاك، لا، ده فيه توصيف لكل جهاز. وان شاء الله باذن الله هحط لكم موضوع اللي هو التوصيفات ده برضو في الملف بتاع الشرح. تاني حاجه ادي الملف التاني، وهنختار اللي هو اي بي، تمام، وهنبدا نختار الملف ده. بكده احنا اخترنا الملفين دول، تمام. نقفل، بنعمل اكزايت زي ما انتم شايفين، تمام. ونبدأ نعمل ستار، تمام. بتبدأ تكتب الرقمين بتوعتك اللي هي الاي ام دي، ونختار اللي هو الارقام ال15 رقم، تمام. انا بكتب ارقام طبعا عشوائية، تمام. وبتبدأ تعمل اوكي، بيبدأ بيقول لك ايه، بيقول لك تحت ستار، وابدأ اللي هو سيرش ان انت على اساس ان انت تبحث عن الموبايل. فبتبدأ انت طبعا الوضع بتاع الموبايل يا جماعة ان انت الموبايل بتاعك بيبقى مغلق، تمام. ده اللي هو بيبقى الموبايل بتاعك مغلق تماما، وبتبدأ ان انت توصل الموبايل. طبعا عشان انا مش موصل موبايل وهو ما جراش موبايل، فقال ان هو نو فاوند او ان هو ما لقيش الموبايل. فدي يا جماعة اللي هي الطريقة اللي هي تقدر ان انت ترجع رقم الاي ام ام الاي ام اي اي بطريقة فعالة وناجحة، وانا مجربها
وان شاء الله باذن الله يكون عجبكم الشرح واستفدتوا منه، وانا كنت حابب افيد الناس لان انا التجربه بتاعتي الصراحه قعدت اكتر من 4 ايام احاول اجرب في الموضوع ده وما انقذنيش غير البرنامج ده. طيب في نهايه الشرح اتمنى ان اكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه والتعليق وتفعيل يعني زر الجرس. ان شاء الله باذن الله هيكون في حلقات تاني لشرح الموبايلات، استنونا، واحنا القناة بتاعتنا متنوعة هتلاقي كل اللي يسرك ان شاء الله. السلام عليكم.